سمعت الناس كلشي يقول كاين الحاله الرابعه، الثلاثه الاولين عرفناهم كاينين، هذا الرابعه انا ما عرفتش، ولكن كلشي الناس كلشي اكدوا راه كاين، يعني ما حد جاو الناس داو يعني كاينه الحاله الرابعه. سمعنا اليوم راه كاين في كاري رحامنا وداو، ما حنا ما نمشوش ما نقدرش ناكد لك، ولكن المهم كاينه كاينه، وهاد الشيء غيكثر ما نبقى بحال هاد الحاله، هاد الحاله بقى هاد المشكل اللي كاين دابا هنا في رحامنا، الناس ما خايداش الاحتياطات ديالها، ما كاين لا حجر صحي لا والو، غيتزاد كثر. انا خايفين، انا خايفين على والدينا على خوتنا على كلشي الناس. وكل بغي ندخل في موضوع اخر، ان بالليل تشد لازم الحجر الصحي بالليل راه ما كاينش، يعني راه الناس هنا بالليل كلشي كتخرج، كلشي كيخرج، يعني بحال رمضان اللي فات العمدان عادي الوقت بحال الايام عاديه، وانا ولينا خايفين، يعني الحكومه كتدخل عند مثلا الجن ديال الكاريان ديال رحامنا ما بحال هكا هنا في الشانطي وكيخرجوا، يعني الناس ما مدعوراش ما خايفاش ما والو، متخوفين انا بزاف، انا كنزال بعدا متخوف حيت انا شفت الناس انا خدام ومريح، انا كانوا معايا الناس بعين السبع الشركه اللي سميتو، انا ريح انا شفت المشكل غيوقع ريحت، واخا الشركه لقيت معاهم مشكل قال لك تخدم، لا حنا ديال كيصاوبوا هادشي ديال لاكليم، وحنا قريبه لينا ديك الشركه ديال الصبار، يعني ما بيناتنا حتى شي مسافه قليله، والدراري اللي كيخدموا معايا خوتهم وعائلتهم من ديك كاينين في ديك الشركه ديال الصبار، وحنا خايفين الصراحه، الصراحه حنا وصلنا لواحد المرحله ولينا خايفين بزاف، هذا هو اللي بغيت نقول لك اختي، وكنتمنى من هنا عندنا الناس يوعى شويه، انا ما كاينش بنادم ما واعيش باقي ما عارفش الخطوره ديال هادشي اللي فيه حنايا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.